علم اسمح لي يا محمد كي لازم كي نتكلموا لازم نكونوا نتكلموا حقيقه. نعم. وعلاش ما قلتوش في الكوت ديفوار كي عيطوا له ابراهيمي ما حبش يجي رفض دعوه المنتخب الوطني؟ اي هذيك في الكوت ديفوار كاس افريقيا الاخيره حضرنا في بلاطوات يا تكلموا اللي عنده مشكل مع المدرب محمد اسمحوا لي. امين تكلموا اليوتيوب موجود. امين اليوتيوب موجود والحصه السابقه موجوده. شوف امين تحداك اذا ما لقيتناش تكلمنا وتكلمنا باستفاضه يعني تلقاني مثلا انايا فيديو في حوالي اكثر من 5 دقائق تحدثت عن النقطه قلت ليس من حق ابراهيمي رفض نداء الوطن حتى ولو كان عنده مشكل مع الناخب الوطني ماشي الناخب الوطني اللي نادالك نداء الواجب نداء الوطن صحة. قلت اذا كانت وصلات الدعوه اذا كانت وصلات الدعوه محمد وانا الاولاني لا لما خرج لما راح تقول باننا ما تحدثناش تحدثنا في هذاك الوقت المعلومه في الهداف انا تكلمت هالاولاني قلت باللي رفض دعوه على المنتخب لكن احنا تكملنا تكلمنا نعم حبيت نسقسيك اسكو هذا اللاعب احنا دوكا ولا طلا مو دائما لا في الجزائر جوار يرفض ما يجيش وتعاود تعيط له مو على كل حال انا هذه ما نشكش فيها باسكو على بالي بلي فيدراليه ضعيفه جدا نقولها ونعاودها انا ما عندي حساب مع حتى واحد انا نتكلم حقيقه ما عنديش انا راه في ديران ما يسحقهاش وما يسحقونيش انا نتكلم حقيقه اليوم راني هنا نتكلم كاين اللي يعجبو الحال يعجبو كاين اللي ما يعجبوش ما يعجبو باسكو علاش ولينا بزاف نديروا العاطفه على بها هذه على بها ما نروحوش القدام حنا نريحوا غير هكذايا غير نشوفوا شويه القدام ندوروا اللور على بها عن اي فيدراليه تتحدث عن فيدرات اليوم ام الامس ام اي فيدراليه اليوم والامس اليوم مازال ما عندهاش فرصه كبيره للعمل الامن مازال ما نقدروش نحكموا على فيدراليه ما عندهاش فرصه كبيره للعمل لا ما نقدروش نطلقوا لا ما نقدروش نطلقوا هكذاك احكام جزافيه على اناس لم يمنح لهم الوقت الوطني ماشي غير بارابول الفريق الوطني لكن تحدث على كرة القدم الوطنية عندك انت ساحر تأتي في دقيقتين تقلب الأوضاع تحمل مسؤوليتك مشاكل كرة القدم الوطنية لا تحل بين عشية وضحاها أمين لازم لها وقت لازم لها تغيير الثقافة لازم لها تغيير العقلية نهار كان راهو سكوت نسمع هذه الحكايه كنت لاعب هذاك الوقت كنا نسمعوا بالك حيت سقم محمد ما نقدروش نهاجموا اشخاص او نهاجموا اتحاديه مازال ما ادتش الفرصه كامله للعمل اسمح لي انا نقول لك انا الاتحاديه الجزائريه اللي راهي الان امين والله ما عمري ما تحدثت مع صادي لا هاتفيا ولا التقيت ولا صادي صديق ديالي يعني نقول لك لكن امين الحقيقه تقال الحقيقه يجب ان تقال هؤلاء الاشخاص لم يمضي على وجودهم مده طويله فتحوا الان ملفات فتحوا ورشات جابوا ناخب وطني جديد على مستوى المنتخب الوطني في الدوري الجزائري مستحيل انك تحل مشاكل الدوري الجزائري المتراكمه منذ الستينات في ظرف 6 أشهر او في ظرف عام يجب تغيير العقليات الذهنيات القوانين الاشخاص محاربه يعني امور كبيره ويجب ان تتحرك منظومه كامله امين لا يمكن لرئيس الاتحادية مع مجموعة من الأشخاص أن يغيروا واقع كرة القدم يجب أن تتحرك شوف المنظومة يجب أن تتحرك كلها ومن أعلى مستوى إذا لم يكن دعم إذا لم يكن دعم تغيير أمر في كرة القدم الجزائرية إذا لم يكن دعم سياسي من أعلى هرم في البلاد فكرة القدم لن ينصلح حالها ولا يمكن لأي رئيس اتحادية أن يصلح حال كرة القدم الجزائرية في ظرف أيام أمين حتى نمر إلى نعم على عجالة نعم انت كي راك تقول لي الفيدراليه ولا اسمه رئيس فيدراليه ما نعم كي يتبع ماتش نعم ولا يشرو اربيت هذه لازم سياسه من الفوق لازم بريزيدون لا ريبوبليك باش يبدل هذه الحاجه يجي يدخل هو لا لا محمد. هذه جزئيه امين لا 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 اسمح لي اسمح لي انا هذه جزئيه انا نشوفوا المشاكل انا نشوفوا العجب يا محمد لا لا ما تهربليش انا بن شيخ هل يمكن ان نحكم على اتحاديه ما عندهاش وانا يبقى رايي معليش ماشي مشكل هذا رايو ونحترم رايو والشعب واللي يشوف فينا هو اللي يجي وخلاص فور ريسبكتي واش يقولوا قبل ما نتكلم لك على الفيدراليه فكرني فيها نتكلموا على الجوار اللي انت قلت ما يرفش الفريق الوطني اي لاعب ما يرفش فريق الوطن صح ولكن كي يكون عندك مدرب ما يتفهمش معك ما يحبش يلعبك ما يحبش يسقيلك خويا ما تقوليش والوطن ما تقوليش كاع الوطن كاع نحبوه كل واحد يحبوه صمانير انا كلاعب يسقيو لي كناسيون عندي انطرين ما يلعبني مالو وانا عندي مكانتي اخي نروح مدلول
نروح من صغير قدام الاخر ما نقبلش. ما كاش لاعب اللي يقبل هذا. احنا كنا نادينا في هذاك الوقت بن شيخ، قلنا على رئيس الاتحاد ان يتدخل من اجل جمع الرجلين لمصلحه المنتخب الوطني. ما قلناش لازم ابراهيم يجي مذلول الى المنتخب، او قلنا الناخب الوطني يحقر ابراهيم، لا ما قلناش هذا الكلام. شوف شوف، قلنا ابراهيم ما عندوش الحق يرفض دعوه الوطن بسبب انه عنده مشكل مع الناخب. اذا عندك مشكل مع الناخب كاين رئيس اتحاديه واعلى من الجميع يجمع الرجلين. هنا هو المشكل، نريد مصلحه الوطن. انت لا عندك حق تاخذه، انت لا عندك حق تاخذه، لكن المنتخب لازم يمشي. هذا ما قلنا. لا لا لا، شوف ما قلناش شوف. ما قلناش انه ابراهيم يجي مدلول او هذا. محمد المنتخب يمشي اليوم غدوه حتى تقوم الساعه والمنتخب يمشي، الرجال يروحوا ويجيو. لكن كيف يمشي بن شيخ؟ يمشي كلكو سوال تريك. هم الفضائح والكوارث توالت علينا بن شيخ. وين إقصاء من كأس أمم أفريقيا في الدور الأول، إقصاء من كأس العالم، إقصاء من كأس أفريقيا في الدور الأول، ثلث كوارث. نعم. بياسير يا نعم. شيخ محمد، ناس ملاح محمد بياسير، لفوت تاع من هذيك، لفوت تاع شيخي ولا بن شيخ ولا أمين ولا أمين، لا لفوت تاع الناس اللي كانوا يحطوا رؤساء تاع فيديراسيون وما عندهم حتى تخطيط لا تسير لا ريان ديتو. شكون هذوك اللي حطوا هاد الناس؟ شكون اللي بعد ما وريتوها قاعد كيف انت لي شك توتال نعاود الرينوفلي؟ شكون اللي دخل روحو؟ باسكو الناس ممكن سياسيين ولا اللي كانوا يخدموا هذاك الوقت دخلوا روحهم ويحطوا لك رئيس فيدراسيون اللي فيدراسيون مسكين ما كاش قاعد تمسخروا بينا ولا ناس تحط بريزيدون فيدرا. هذا عنده كاريزما، وادي تصادي عنده سيتان جون مي عنده كاريزما، يخبط او يتخدم او يتحرك او دار لك الفار او يجري بزاف امور، حط الدواسه راح يدفعهم اللوجيستيس بيان سور افيك لا كور تاع لاخر سي توتا في نورمال. قال لك لازم ديسيزيون بوليتيك، هادي سي في بارتي دون ديسيزيون بوليتيك. لو كان ماشي هما اللي قال روح اطلق اخدم ورانا موراك، سي كوم سا سا دو سباسي. انت اخدم نقي وين تشوف الفساد رانا هنا، وخطط باش الفريق الوطني والشامبيون يكون في المستوى. لازم الناس مورا يحميوه، خاطرش هنا الناس يوم معاك ياكل معاك يشرب معاك تولم يرقد معاك وخدع. الله ما كاش الامان، كاين الخدمه وكاين المطرق من اللور. هذه يا سي شيخي، من ولي اللعاب قلت لي رئيس اتحاديه والمدرب يسقي اللعاب يصالحهم باش يلو حباب، ولا يصالحهم باسكو يدوا ريكونيت بلي هذا عنده بلاصتو يلعب. هذا هو المشكل. هذا واش قلنا بان ابراهيم في ذلك الوقت مكانه كان خلاص لا نزاع. هنايا بلا ما يدخل رئيس اتحاديه، اي مدرب يشوف بلي اللعاب هذاك يجيب له فايده يسقي له. ما كاش من هذه ما يسقي ولا ما يسقي له سيكس با نورمال، يا كيك شوز كي نفا با. فهمني بور لا فيديراسيون انا جو ريسبكتو شي يقول امين. هذا عنده عام وقيله ولا في عام ما ينجمش يافونسي مستحيل، وهكذاك ونحب با مال دو شوز. كاين بوادر ايجابيه بن شيخ. الكلوب اماتور هذيك اسمها تاع الاماتور هذيك غير العباد، نحاهم كاع اللي كانوا تقول امبراطور، نحاهم، نحا با مال دو بيرسون في لي ليغ، مازال يزيد ينحي. السنة يطلع انا التمنيه تاعي ووالد صادي ان شاء الله بون يجوز باذن الله لي شحال 4 اولمبيك يجوز لي 4 ولا حبوا يسقموا الفوتبول تاع الصح يخليوه لي 4 ويزيد دوتر 4 واشنو الدوله تكون موراه تقول له اضرب ونقي ورانا هنا. بارك الله فيك. هذا هو الخسار، لا ستابيليتي لازم تكون، لانه مستحيل انه رئيس اتحاديه مع شله من الشباب اللي معاه يقدروا يغيروا واقع الكره الجزائريه. سنوات وسنوات عديده من الفساد والمشاكل. سان في با دير كو هذا كوتي بوزيتيف، سان في با دير كاين كوتي وين سان فابا. الرجل يصيب ويخطئ. نعم. كيما لا دي تيان دار لا دي تيان صافي شحال ما سمعش شفنا لا بروغرام لا ريان دي تو، وتنوما وزوج يفا ولا يكدا ليكيب ناسيون فيها زوج بك 19 ولا يفا هذا ما كان ولا شحال ساز ولا كاين زوج كاين دي سيليكسيون دي ليكسيون دو تات دي زونترينور. زيدك حاجه امين، لو كان كانت الفيدراليه ضعيفه مثل ما تتحدث والله اتحاد العاصمه ما يلعب المنافسه الافريقيه هذا الموسم. لو كان كانت الفيدراليه ضعيفه وما دافعتش على اتحاد العاصمه في المحافل الدوليه، اتحاد العاصمه كان سيقصى من المنافسه الافريقيه هذا الموسم. لما تشوف بان الكاف اتخذت اجراءات في حق اتحاد العاصمه الموسم الماضي واقصته من المنافسه،
كان يعني أقل شيء أنه كي تقصي فريق من المنافسة تتبعها عقوبات، هذا ما نعرفه وما هو متعارف عليه. لكن تدخل الاتحاد الجزائري للدفاع عن اتحاد العاصمة ومعه كل الحق في الدفاع عن اتحاد العاصمة، جعل الكاف تتراجع الآن عن معاقبة اتحاد العاصمة إلى غاية صدور قرار حتى على مستوى المنتخب الوطني. محمد في آخر اللقاءات بدأ يعودوا للاستقرار البيت المنتخب الوطني، شفنا حتى الروح القتالية عودة ولات تحس باللي المجموعة ولات مجموعة تاع المنتخب، وجلب مدرب عالمي مثل بيتكوفيتش أكيد أيضاً. أكيد اللي عنده مسيرة، ما تنساش أنه درب في الدوري الإيطالي، درب نادي لاتسيو، درب من ناحية السيرة الذاتية لا يوجد أي مدرب أجنبي عنده السيرة الذاتية مر على تاريخ المنتخب الوطني الجزائري. عنده الآن مباراتين ما تلقى ولا هدف، المنتخب سجل 5 أهداف وضيع 6 أو 7 أهداف حقيقية كان قادر يسجلها. يعني الأمور راهي تسير، الأمور راهي تمشي كما قال أمين، ما ننفوش أنه كاين سلبيات طبعاً. ولكن طبعاً. أنا نمشي مع بن شيخ، لازم هاد السلبيات مكتنب دون ننتقدهم، ننتقدهم مع الوقت إذا ما قضوش عليهم. هنا نعرفوا بلي راهم مصرين يخلوا هاد الأمور سلبية، لكن لازم نعطوا عنده شحال، عندهم عام من اللي جاو ما لحقش عام، بالك ما لحقش عام، ماذا بينا نصبروا. وجاو في ظرف حساس جدا محمد، المنتخب كان منهار، المنتخب الوطني كان منهار، خارج من كأس إفريقيا 2022 من الدور الأول، خارج من كأس العالم لا. ما تأهلناش بفضيحة من المنتخب الكاميروني في ملعب البوليدة، بعدها مباشرة بعد ما جات هذه الاتحادية زدنا صدمنا في كأس إفريقيا مؤخرا اللي خرجنا فيها أيضا من الدور الأول. يعني الأمور كانت صعبة جدا، الآن بدأ يولي الاستقرار سواء للاتحادية الجزائرية ولا الكأس سامحني محمد ولا المنتخب الوطني الجزائري. أما الكرة الجزائرية، نتكلم على الكرة الجزائرية المحلية، البطولة المحلية ولا البطولات المحلية، من المستحيل، ماشي من الصعب، من المستحيل على اتحادية أنها تقضي على كل المشاكل اللي كاينة في الـ في الـ في الـ في الكرة الجزائرية في ظرف عام، هذه وحدة، ومن المستحيل أيضا أنها تقضي على هذه المشاكل في ظرف 100 عام بدون قرار سيادي وسياسي بسرعة. أمين، لأنه الوقت يداهمنا. بس مقبلات كيري بونديت لي، أنا ما عندي حتى مشكل مع لا فيديراسيون، باش تكون على بالك، ساسوا مع صادي ولا فلان ولا فلتان. أنا كي نتكلم مام هما على بالهم، أنا ما عندي حتى زعما قال تابع طرف واحد آخر. فهمتني؟ واليوم رانا الجمعة 27 سبتمبر 2024. تفكر بك على اللحظات هذه واش تكلمت أنا اليوم. وخلي الوقت هو اللي يبين. أوكي.